أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية، الترقب واضح في الأسواق العالمية لمحضر وأيضا بيانات الفيدرالي الأمريكي وتصريحات جيلين باول حول هذه التطورات والتجديد النقدي، إذا كيف يتعامل الدولار، كيف تأثر في ظل هذه المعطيات المرتقبة؟ أهلا بك. بالفعل الدولار الأمريكي يترقب كلمة جيروم باول. اليوم سوف يكون هناك كلمة لجيروم باول أمام مجلس الشيوخ، وهو تجديد طبعا لولاية ثانية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. فسوف نرى كيف ستكون سياسة الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية خلال عام 2022، وكيف وماذا سيتحدث عن ارتفاعات التضخم، خاصة هو خلال يعني ما ذكر من خلال بيانات كانت سربت بأنه يعني يتحدث عن قوة سوق العمل وأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية نما بوتيرة سريعة وأنه لن يجعل التضخم أن يكون راسخا. فسوف نتطلع للكلمة التي لها تأثير بالفعل على مؤشر الدولار الأمريكي. بالتالي نحن جولدمان ساكس يتوقع رفع أسعار الفائدة 4 مرات، هل فعلا سيكون هناك رفع وتجديد للسياسة النقدية؟ طبعا هذا سيعطي إذا حيادا باقي البنوك المركزية الأخرى، فهو سوف لو تم تجديد السياسة النقدية سيعطي قوة للدولار الأمريكي. لكن إذا هناك عدد من البنوك المركزية الأخرى، نحن نعلم أن التضخم مرتفع في جميع بلدان العالم، إذا تحدثنا عن منطقة اليورو بأكثر من تقريبا 5%، بريطانيا 15%، وعدد من البلدان الأخرى عم يرتفع فيها التضخم بشكل مرتفع، فهناك يعني ربما البنك المركزي الأسترالي سوف يقوم بتجديد السياسة النقدية، أيضا النيوزيلندي وأيضا بنك أوف إنجلاند. فبالتالي كل هذه البنوك المركزية سوف تتحرك لرفع أسعار الفائدة. فبالتالي هذا لو تم الرفع فهذا سيعطي يعني لن يعطي القوة التي نتوقعها لمؤشر الدولار الأمريكي في حال تم رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية الأخرى. لكن في حيال ذلك طبعا مؤشر الدولار الأمريكي سوف يتأثر بعملية تجديد السياسة النقدية. نعم، هنا في هذه النقطة تحديدا وأيضا المركزي الأوروبي، إذا ما تحدثنا عن تصريحات لاغارد السابقة حول بأن معدلات التضخم هي مؤقتة، إذا مع ظل هذا التجديد النقدي الذي سيذهب له الفيدرالي الأمريكي، تبين بأن التضخم والحديث بأنه مؤقت بعيد عن الواقع، وستذهب أيضا المركزي الأوروبي نحو تجديد السياسة النقدية، كيف سيؤثر ذلك على أداء اليورو في سوق العملات؟ طبعا اليورو أمام الدولار الأمريكي ما زال دون مستويات 1.14، بالتالي نحن عم نشوف أنه كيف في بيانات الاقتصادية نوعا ما إيجابية عم تطلع سواء من أمريكا سواء من أوروبا سواء من بريطانيا، لكن هناك بعض مثلا الدول في منطقة اليورو مثل فرنسا هناك في مثلا انكماش أو تراجع في الإنتاج الصناعي بعض البيانات، لكن بالمجمل هي إيجابية. التضخم كما ذكرت مرتفع، نحن نتحدث 5% في معدلات التضخم المرتفعة في منطقة اليورو. فبالتالي نحن يعني لا نتوقع من بنك من من بنك الأوروبي منطقة اليورو، البنك الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي أن يقوم بالفعل بتجديد السياسة النقدية. لو قام بتجديد السياسة النقدية هو فعلا سوف يبدأ بتقليص برنامج شراء السندات في ظل ارتفاع التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يعني مستبعد في الوقت الحالي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وأتوقع يعني استمرار يعني الاتجاه الهابط أو الضغط على عملة زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. نعم، إذا ما أيضا ما تحدثنا عن الدولار في الأسواق الآسيوية، لاحظنا استقرار مقابل الين الياباني بالرغم من الوصول إلى مستويات إيجابية وجيدة، نتحدث عن تقريبا 115 أو ما يزيد عن ذلك، هل نتوقع الاستمرار في هذا الاستقرار في ظل هذه المعطيات؟
طبعا بالنسبة لزوجة الدولار مقابل الين الياباني، لاحظنا كيف أمس مؤشرات الأسواق الأسهم الأمريكية تراجعت بشكل كبير ثم عوضت من خسائرها. بالتالي نحن بنعرف أنه الين الياباني في يعني خلال ذلك بنشوف في ارتفاع في أسواق الأسهم، بلشت تتقلص من خسائرها، وخاصة مؤشر الناسداك اللي قلص كثير من خسائره. نعم. بالنسبة للأسهم التكنولوجية بلشنا نشوف كيف أنه الدولار مقابل الين الياباني تقليص في الانخفاض، فبلش يقلص انخفاض الدولار مقابل الين الياباني، لأن نحن بنعرف أنه الين الياباني يعتبر أو يستخدم لتزويد المتاجرة بالعائد بالنسبة للكاري تريد، ما يسمى بالكاري تريد. فبالتالي هذا بيخلي انه نشوف انه ما زال انه نشوف انه الين الياباني تحت الضغط، وبالتالي انه راح نتيجه ايضا البنك المركزي الياباني لن يقوم بتجديد السياسه النقديه في هذا الوقت، لان ما زال الاقتصاد الياباني يعاني من اثار جائحه كورونا، وما زال هناك عم نشوف انه تجديد لقيود السفر وخاصه في ظل متحور اوميكرون. فهذا يعني بيخلي انه ما يقوم البنك المركزي الياباني بأي عمليات تجديد الإجراءات النقدية. فالين الياباني هو يعني يتبع أي يعني يتبع أسواق الأسهم بشكل عام، فأي ارتفاعات في أسواق الأسهم راح نشوف إنه الين الياباني عم بيتراجع، وأي والعكس صحيح. فبالتالي يعني يعتبر الين كتزويد أو يستخدم لتزويد المتاجرة بالعائد. نعم، محللة أولى أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.